ولسه معاني بوشه. وامبارح كان في جلسه ما بين بوشه وجهازه المعاون في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور قال لبوشه ان طارق يحيى كان متعاون جدا مع ايناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لكنه تعرض لاهانه كبيره معاه لان ايناسيو رفض التعاون معاه. كمان حذر بوشه من تكرار افعال ايناسيو، وقال له ايناسيو كانت الكلمه الاولى والاخيره ليه، وما كانش بيستشير جهازه المعاون نهائيا، وده سبب فشله مع نادي الزمالك، فلازم تستشير معاونيك. كمان المستشار مرتضى منصور وصني بوشه بتوقيع غرامات على اللاعبين في حاله خروجهم عن النص، وقال له بالحرف الواحد اي لاعب يتاخر عن التدريب او يتخانق مع زميله او يعترض على تغييره او عدم مشاركته او ما يرضاش يباصي الكوره لزميله لازم توقع عليه عقوبات كبيره. كمان المستشار مرتضى منصور طمن بوشه وقال له انه منع اي عضو مجلس اداره من حضور التدريب او دخول غرفه خلع الملابس او حضور المحاضرات، وقال له ان ما فيش حد في الاداره هيتدخل في شغلك وانك ليك كل الصلاحيات الفنيه. وزي ما عرفنا نادي الزمالك هيعمل مؤتمر صحفي بكره في مقر النادي عشان يقدم بوشه لوسائل الاعلام.